قالوا لكل شيء بديل إلا أخي، وأخبر أخي أنه أبي الثاني، والأخ نعمة من عند الله لا تعوض. قصتنا ديال اليوم كتهضر عن قيمة الأخ ودوره الكبير في الحياة، واللي عنده شي أخ أو أخت فهو نعمة من عند الله، والأخ هو السند وهو الظهر. وهذا هو موضوع حكايتنا ديال اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا اليوم بحكاية جديدة من حكاية فدوى. وقبل ما نبدأ ما تنسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وفضلا وليس أمرا المرجو دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وزر الجرس باش يوصلكم منا كل جديد. ولكم منا كل الاحترام يا سادة يا كرام. حكاو لينا أمهاتنا وتهما عن أمهاتهم وجدودهم. قالوا ناس زمان في واحد القرية كان عندهم واحد البئر، وداك البير كان عندهم فيه واحد المشكل، وكان خاص ضروري شي راجل من القبيله اللي ينزل داك البير ويستكشف ليهم اشنو واقع في داك البير ومن الماء قل. طوع واحد الراجل قال ليهم انا اللي غادي ننزل البير، ربطوه بالحبل، شدوه الرجال ديال القبيله، والراجل غادي ينزل قاع البير، تقلع الرجال القبيله وبلا ما يحسوا طلقوا الحبل، طاح الراجل ومات في البير. ودابا ولات عندهم من المشكله مشكلتين، ولاو باغين دابا عاوتاني شكون اللي غادي ينزل ليهم البير ويستكشف ليهم اشنو فيه ويطلع الجثه ديال الراجل. يا هذيك طوع راجل اخر قال لهم انا اللي غادي ننزل هاد المره للبير، ربطوه بالحبل وشدوه الرجال ديال القبيله مزيان، وهو نازل 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 ويتقلع الناس بلا ما يشعروا طلقوا الحبل. ولا عندهم في بلاصه مشكله البير، ولا عندهم مشكله ديال البير وديال الراجل اللي ميت الاولاني والراجل الثاني. اذا شكون اللي غادي ينزل هاد المره وغادي يستكشف ليهم البير؟ التراجل من القبيله بقى قاد يتطوع، كلشي ولا خايف، كلشي ولا تيقول الا بديت نازل قاع البير راه غادي نتقلع على الرجال وغادي يطلقوني، وهكذا حتى انا غادي نموت وغادي ننزل بلا رجعه. الا واحد الراجل، داك الراجل كان حكيم ويقول لهم انا غادي ننزل لكم هاد المره البير. الناس كلهم دهشوا واستغربوا، كيفاش واحد صاخب عمره وعارفين باللي اللي كينزل ما كيقدرش يكمل حتى لقاع البير والرجال كيتقلع عليهم وكيطلقوه؟ قالوا ليه واش انت عارف راسك اش كتقول؟ قال لهم اه عارف راسي اش كنقول، وانا اللي هاد المره غادي ننزل لقاع البير. قال لهم ولكن بشرط. قالوا ليه امر يطاع. قال لهم فاش تربطوني بالحبل ونبدا نازل، دوك الرجال ديال القبيله اللي غيشدوا الحبل يكون وسط منهم خويا وما يعيطوا الاخ ديالو. قال لي سمعتي خوك اش قال؟ راه مستعد انه ينزل لقاع البير، ولكن راه شرط علينا ضروري ما تكون انت وسط الرجال الناس وما يقولوا الراجل اللي غادي ينزل، ولكن علاش انت يا طلبتي خوك؟ قال لهم انا اللي عارف علاش. هي هذيك الرجال ديال القبيله شدوا الحبل ومعاهم الاخ ديال داك الراجل المتطوع. الراجل بدا نازل، فيما كيتقلع الرجال كيبغيو يطلقوا داك الحبل، الخو كيشد، الرجاله كيعاودو يشدو، الراجل نازل للبير كيعاود يتقلع عليهم كيبغيو يطلقوا الحبل، الخو كيشد كيعاودو حتى هما يشدو الى ان وصل قاع البير. عرف ليهم المشكل ديال البير وديال الماء وطلع ليهم الجثه الاولانيه والجثه الثانيه وعاود طلع ليهم بسلام. هما يقولوا ليه دابا عاد باش عرفنا علاش طلبتي الاخ ديالك؟ قال لهم اياه. قال لهم انا عارف خويا عمره ما يطلق الحبل، واخا يبغوا الرجالات يطلقوا الحبل خويا عمره ما غادي يسخى بيا وغيدير جهده فوق من جهده. وهكذا الرجالات همايا فاش كيشوفوا الاخ كيشد الحبل حتى هما كيعاودوا يديروا جهد فوق من جهد وكيشدوا معاه الحبل. يعني خلاصه الامر بان الاخ عمره ما يسخى بخوه وعمره ما يسمح فيه. وكما قال واحد الشيخ جليل قال لهم حتى فاش الانسان كيتعثر كيقول اخ. قالك علاش كيقول اخ؟ وهي كلمه جايه من الاخ اللي هو اخوه، يعني الاخ عاده غادي يكون هو في المرتبه الاولى، يعني تيكون اعز واغلى حتى من الزوجه ومن الابن ومن الابنه. الاولاد كيتعوضوا والزوجات هي كتعوض، ولكن الاخ اللي هو عمره ما كيتعوض، وخصوصا اذا كانت الام كبيره في السن يا ميته، يعني عمرها ما غتولد ليه واحد اخر.
إيوا هذه هي حكايتنا ديال اليوم، حكاية خفيفة ظريفة وفيها واحد العبرة، عبرة اللي كبيرة أن الأخ أغلى من أي شيء، واللي عنده شي أخ أو أخت وشحال هادي مسول فيه، هذه المناسبة أنه يعيط ليه ويسول فيه أو تاهي تسول في خوها، ما كاين باس. إيوا هذه هي قصتنا ديال اليوم، كنتمنى من الله أنها تنال إعجابكم، وإلا عجباتكم فضلا وليس أمرا المرجو دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وزر الجرس باش يوصلكم منا كل جديد، ولكم منا كل الاحترام يا سادة يا كرام، والسلام ختام.